أهلا بكم في الموجز الإخباري لنهار اليوم. أفاد المجمع العمومي سونالغاز يوم أمس الثلاثاء في بيان له أنه قام من خلال شركته الفرعية سونالغاز نقل الكهرباء بوضع عدد هام من المنشآت الكهربائية حيز الخدمة بقيمة إجمالية بلغت 24 مليار دينار جزائري خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. وكمرحلة أولية مس البرنامج الذي تم إنجازه في الفترة ما بين 1 ديسمبر 2022 و27 مارس 2023 19 ولاية. استقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش يوم أمس الثلاثاء السفيرة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيث مور أوبن. وأشارت السفيرة الأمريكية في تغريدة على تويتر إلى أنها تطرقت مع الوزير إلى موضوع افتتاح خط مباشر للرحلات الجوية بين الجزائر والولايات المتحدة. صوت نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية عقدتها يوم أمس بالأغلبية لصالح مشروع القانون العضوي للإعلام، وتبنت اللجنة في تقريرها التكميلي الذي عرضته يوم أمس أمام النواب تعديلات طفيفة في المشروع في عدد محدود من المواد. وتجدر الإشارة أن كتلة حركة مجتمع السلم صوت بلا على مشروع القانون العضوي للإعلام. رفع حزب جبهة القوى الاشتراكية في مجلس الأمة ضد مشروع قانون ممارسة الحق النقابي الذي ناقشته الغرفة البرلمانية الثانية. وعبر سناتور الأفافاس مهنا حدادو في مداخلته عن تفاجؤ حزبه بالمشروع، حيث وصف مشروع القانون النقابي بانتكاسة حقيقية لأحد أهم مكاسب التعددية، وأكثر من ذلك اعتبر النص طعنا للتعددية بمفهومها الواسع وردة خطيرة عنها. وعبر نائب الأفافاس في مجلس الأمة عن بقاء حزبه مسانداً للمنظمات النقابية المستقلة وكل النقابات العمالية في تصديهم لهذا العنف التشريعي. لمتابعة بقية البرامج ادخلوا على موقع radio-tiqa.net أو على maghreb-emergent.net أو بالاشتراك على قناتنا باليوتيوب. نهاية الموجز الإخباري، شكراً على حسن المتابعة والإصغاء. سلام.